اللي دايما بينورني وما ينفعش يبقى فيه ايفنت ليه علاقه بالفروسيه وهو مش موجود معانا دكتور حاتم ستين الطبيب البيطري للاتحاد المصري للفروسيه. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، منورين دايما، منورين. ده نورك. يعني ما ينفعش يبقى فيه ايفنت للفروسيه وانت مش موجود فيه. ده بس عشان انت بتنورنا بس مش اكتر. حبيبي حبيبي يا دكتور، خليني اتكلم معاك بقى على طول دلوقتي. عدد كبير جدا من الخيول موجود في البطوله دي، وخاصه ان الرايدرز الاجانب مستعيرين او الاتحاد المصري عمل لهم بوروينج للخيل الموجود عندنا، فدي اكيد مسؤوليه كبيره. مسؤوليه كبيره فعلا. احنا عندنا حوالي 200 حصان مشاركين في البطوله، ومسؤوليه ضخمه جدا على الواحد بصراحه. الواحد يعني الواحد بيروح ينام بالليل ومش عارف هيجيله تليفون كمان 5 دقايق ولا كمان ساعه بتنزل تتعشى، مش عارف برضه انت هيحصل ايه. تقريبا انا قضيت في الاسطبلات اكتر ما قضيت في الاوتيل في الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله لغايه دلوقتي كل حاجه ماشيه هايل يعني. الحمد لله الحمد لله. الاستعدادات ايه اللي بتعملوها للخيل قبل بطوله كبيره زي دي؟ هو احنا بنعمل لهمش حاجه، هو المفروض الخيل تكون جايه، احنا اول ما توصل بنكشف عليها، بنطمن ان هي في حاله كويسه، لو في حالات ايمرجنسي بنعزلها ونبتدي نتعامل معاها ونبتدي نبلغ انت عارف بطوله دوليه فلازم بنرفع تقاريرنا للاتحاد الدولي. انا متعين في البطوله دي رئيس اللجنه البيطريه وممثل الاتحاد الدولي، فلازم كل تقاريرنا تبع الاتحاد الدولي وتبقى مظبوطه 100%، ويبقى نبقى نعمل متابعه جيده معاهم في كل الكيز اللي تحصل. فالحمد لله لغايه دلوقتي ما حصلناش اي مشاكل، كلها حاجات بسيطه جدا، جروح وتم التعامل معاها كويس الحمد لله، واصابات خفيفه وبعض الخيل كده كان حصل لها امغاص، والحمد لله يعني كله كويس الحمد لله. متهيألي دي بتبقى حاجات ممكن تبقى دارجه او موجوده كومن في اي بطوله للفروسيه، يعني ان خيل يتصاب مثلا او يتعور او كده يعني. طبعا دي من اكتر الحاجات الدارجه، بس من اخطر الحاجات هي المغص طبعا. زي ما قلت لك، فاكر المره اللي فاتت قلت لك المغص ده العدو اللدود لينا. دلوقتي ازمه مصر في تصدير الخيول او ان الفرسان المصريين يسافروا بخيولهم، وصلنا فيها لغايه فين؟ وخاصه ان انا عارف ان انت عضو في اللجنه دي. بص حضرتك، الموضوع ده طويل جدا ومتشعب. الموضوع ده حصل من 5 سنين، كان نزل لجنه من الاتحاد الاوروبي ليشوفوا الاجراءات البيطريه بتاعت مصر في نحو في الفصيله الخيليه، التعاون مع الفصيله الخيليه، وعملوا ريبورت، وبناء على الريبورت ده وقفوا مصر من التصدير. وطبعا بعد ما وقفوا مصر، الدول الخليج تبعت نفس الموضوع، وبقى لنا 5 سنين معزولين دوليا. بالنسبه للخيل الفروسيه احنا بنتكلم رياضه، بالنسبه للخيل العربي بنتكلم تجاره. تمام. فالخيل العربي، وبالنسبه برضو للدوله بنتكلم ان الدوله دي عندها محطه الزهراء، دي عندها خيول عربيه لا تقدر بثمن، وبرضو محرومين من اي حاجه، ما بيحضرش المزادات اي حد من بره، مش عارف يسفر حصان. ففي انتكاسه جامده جدا، بقى لنا 5 سنين في الموضوع ده، مش عارفين نسافر، مش عارفين نعمل اي حاجه، الناس مش عارفه تجيلنا بخيولهم، لانه لو جه مش هيطلع. فاحنا حاولنا كتير، والهيئه العامه للخيول البيطريه مشكورين جدا، بيعملوا مجهودات هائله جدا في الموضوع ده وبيتابعوا معانا اول باول. وبشكر طبعا الدكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئه، والسيد معالي وزير الزراعه برضو الجديد، كلهم متابعين الموضوع ده جامد جدا. وان شاء الله باذن الله قريبا باذن الله، يعني على اخر السنه دي باذن الله، يبقى الناس هتسمع اخبار كويسه في موضوع حظر الخيل، والدنيا تتفك إن شاء الله.